بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو التاني من فيديوهات الجمل اللي محتاجه تركيز. احنا في الفيديو اللي فات حلينا بفضل الله 25 سؤال. طب هتحل كام سؤال في الفيديو ده يا مستر؟ والله ما انا عارف. هنحل مع بعض كده ونشوف عشان ما نعديش ولا سؤال. احنا حلينا لحد 25، النهارده معانا من 26 يا معلم. اول سؤال كده انا عايز اقول لك قبل ما ابدا احل ان انا ما بحلش الاسئله، انا بحاول اجيب كل الافكار اللي في السؤال عشان سيادتك تستفيد بيها وتراجع معايا القاعده. زي ما شرحنا المره اللي فاتت الفرق بين ايتش وافري واول وبوث، الناس دي اكيد هيقابلنا حاجات جديده النهارده وهنشرحها عشان حضرتك بتراجع. السؤال الاولاني بقى يا باشا رقم 26 بيقول لك نوت ذا بويز از جود ات ماث، ايتش اوف ولا اول اوف ولا بوث اوف ولا هاف اوف؟ انا عايز ارجع كده واقول لك وافكرك تاني. السؤال رقم 26 ديت جمل اهو عشان تبقى انت عارف، جمل تحتاج الى تركيز. ده البارت 2 يا معلم. انا هحاول اكتب الان ده كده، ممكن ينفع معانا الله اعلم، هنجرب لو نفع نكمل بيه. عايز تعرف كده في رقم 26 يا عم الحاج، 26 الجمل دي الفكره بتاعتها رقم واحد بيقول لك انا عايز اجرب كل الاختيارات. عايز تعرف ان ايتش اوف هيطبع الناحيه الثانيه، للاسف مش مشكله الورقه دي نكتب عليها بقى ونبقى نعملها. ايتش اوف اسم جمع وبعدين فعل مفرد، ده رقم واحد. الثانيه اللي بعد لها في الاختيارات اول اوف هي وهاف اوف، لو جبنا بعدهم وسام اوف يا معلم، وسام اوف الثلاثه دول يا باشا لو جبنا بعد لازم نجيب بعدهم الاسم الجمع وبعدين الفعل الجمع، ولو جبنا اسم مفرد فالفعل برضه مفرد، اوعى تنسى دي. طيب لسه مين في الاختيارات الثانيه يا عم؟ اتش وقول اه بوث اوف، نفس القصه معاهم برضه، بس بوث اوف دي بوث اوف لازم كده كده يكون الاسم جمع والفعل برضه جمع. طيب ما تيجي نضرب مثال على السريع كده، بس قبل ما اضرب المثال عايزك تركز ان في فاصل اهو بين الناس دول، يعني عايزك تعرف ان اتش اوف اسم جمع فعل مفرد، موضوع خلصان. عشان كده ممكن اقول لك اتش اوف ماي بيرنتس از ولا ار يا معلم؟ لا هتقول لي از. طيب هنا بقى اول اوف ماي فريندس ار، طب اول اوف ماي بلاد از ماي بلاد از، اول اوف ذا شوجر از، طب هاف اوف ماي فريندس ار، هاف اوف ذا شوجر از، some of my friends are some of the sugar is. بس اوعى تنسى، اوعى تنسى عشان دي مهمه ودي الاساس اللي انا اصلا كاتب عشان اقول لك عليها، ان هنا كده لازم في فاصل. ما دام انت جبت لي اوف لازم فاصل، لازم مع اوف فاصل يا جدعان، عشان كده قلت لك اتش اوف، جبت لك هنا ماي لازم فاصل. لو انا قلت لك اتش اوف بيرنتس يبقى انت كده خربت الدنيا يا معلم وغلط. طب بوث اوف كده كده برضو في فاصل، عشان كده ممكن اقول لك بوث اوف ماي بي برنتس، هنا هتقول لي ار، وافكرك تاني بايتش عشان يبقى انت كده يا ابني انا بريء من ذنبك. لو انت نسيتها تاني يبقى انت محتاج حد يولع فيك بكبريته وشويه زيت مش بجاز. بص يا معلم، انت قلت لي ايتش اسم مفرد تمام وفعل مفرد، ده احتمال، هم يا ابني والمصحف مالهم، هم عدد محدود من الملاحظات. طب لو انت قلت لي ايتش اوف هنجيب الفاصل اوعى تنساه الاول وبعدين الاسم جمع وبعدين الفعل مفرد. طب لو انا جبت الاسم جمع الاول يا سيدي فهنجيب اتش وبعد كده هنجيب الفعل هيكون جمع، وانا قلت لك المره اللي فاتت ان كده كده دايما الفعل مفرد مع اتش، دايما الفعل مفرد الا لو هنجيب الاسم الجمع قبل اتش. عشان كده انا قلت لك مثلا ماي فريندس اصدقائي اتش هاف ا كار تمام او هاف كارز. طب الناحيه دي اتش اوف ماي فريندس هاز، each friend has، الكلام ده عايز يتحفظ، لازم الكلام ده يتحفظ. وقلت لك ما تنساش كمان ان each ده هي وافري دي الاثنين دول لازم بيجي بعدهم اسم بثلاث شروط. الموضوع واضح ازاي؟ الشرط الاولاني ان هو يكون اسم مفرد، رقم اثنين يكون يعد، رقم ثلاثه بدون فاصل. ادي مفرد يعد بدون فاصل، عشان كده ممكن اقول لك each man اه يا معلم صح. طب لو قلت لك each ماني لا يا معلم غلط. طب ليه؟ عشان ماني اسم مفرد لا يعد. طب دي محفوظه. المحفوظه الثانيه بقى عايز تعرف برضو ان كلمه ايتش بنستخدمها مع بمعنى لكل واحده. يعني ايه لكل واحده؟ يعني لما اقول لك مثلا ان الموبايل ده الموبايلات دي ب 10 جنيه لكل واحد، انت راجل قلت لك قبل كده المثال ده، دخلت على الثلاجه بتاعت الحاجه الساقعه عند السوبر ماركت بكام يا باشا دي؟ يقول لك ات او زي ار 5 باوندس each يعني 5 جنيهات لكل واحده. وقلت لك برضو ركز ان كلمه every ده اهي لو جبنا بعدها of يبقى احنا كده بنهبد، ده غلط، ممنوع of بعد every. واعرف كمان ان كلمه every يا ابني بنستخدمها في حاله التكرار،
يعني على سبيل المثال اقول لك there is a train، يعني في قطار every 2 hours، يعني في قطار بيجي كل ساعتين، انا باخد ساندوتش كل 5 ساعات يبقى every 5 hours. انا كده شرحت كتير قوي. تعال نقول مع بعض كده. each of اسم جمع فعل مفرد، يبقى its اسم جمع فعل مفرد. فالاجابه الصح اللي قدام حضرتك هنا هي each of اللي صح. طب يا مستر عايز اخد، هموت على all of. ما تموتش، خليك عايش بس خدها. قول all of اسم جمع فعل جمع. all of the boys are، both of the boys بس هنقول are، half of the boys are، وهكذا. طب رقم 27 I was advised not by a doctor، انا نصحت. ان ارى يبقى to see، طب ان ارى يبقى to see، to be seen، وانت قلت لي by يبقى ده مجهول، يبقى to be seen، ودي كانت جمله ثانويه عامه قبل كده. طب هي السد يقال بانه، انا هنا ساعه ما بوصل دي انا بروح واقف يا مستر كده واعمل توزيعه. عايزك تركز معايا في التوزيعه اللي هعملها دي عشانها مهمه جدا. الجمله دي رقم كام يا ابني؟ رقم 28، والصفحه دي صفحه 3. بص معايا كده، عايز تعرف انك انت لو بدات اي جمله بالمفعول حلو هتجيب بعدها الفيرب تو بي وبعدين الباست بارتيسيبل وتروح كاتب تو الجميله وتعمل تفريعه نصين كده وتركز فيها. يا اما ناخد تو المصدر يا اما تو بي والباست بارتيسيبل. طيب تو هاف والباست بارتيسيبل ده احتمال، الاحتمال الثاني انك تقول تو هاف بين والباست بارتيسيبل. وهنا يا صديقي الغالي عايزك تركز في الكلمه اللي هقولها لك عشان هي الاساس. دول كده يا ابني لو مضارع ودول كده لو ماضي. حلو، انت لو انت قلت لي تو المصدر يبقى ده مبني للمعلوم. طب تو هاف والباست بارتيسيبل مبني للمجهول، ده كده معلوم وده كده مجهول. ما انت كتبت لي معلوم ومجهول مرتين. ايوه بس ده معلوم في المضارع، مجهول في المضارع، معلوم في كده. فاكر انت المثال اللي قلت لك عليه قبل كده؟ اقول لك ذا سترينجر، سترينجر از ثوت، يعتقد انه تو نوت ماي موبايل. يا ترى هنقول تو هاف ستولن، طبعا في تو اهي فوق خلاص، ولا تو ستيل، ولا تو have been stolen، ولا to be stolen. هنمشي واحدة بواحدة مع بعض كده بالمنطق. to have والتصريف الثالث اللي هي have والتصريف الثالث يبقى ده معلوم في زمن الماضي. اهي ده have والتصريف الثالث يعني معلوم في الماضي، يبقى معنى انه سرق، ده معلوم في الماضي. طب steal ده يسرق، زمانها ايه دلوقتي يا عم؟ زمانها مضارع بمعنى يسرق. طب تو هاف بين ستولن بمعنى انه يسرق، ده مبني للمجهول بس في زمن المضارع الماضي. لا يا معلم ده في زمن الماضي، فارميها في الشارع. اصلك انا انت بتقول لي الغريب، الشخص الغريب يعتقد بانه يسرق، لا بانه سرق مش سرق، دي كده سرق. طب ديت كده اهو بمعنى يسرق، ده مبني للمجهول في المضارع، وده هو مبني للمجهول في الماضي. انت عايز تفصيص اكتر من كده يا راجل؟ حرام عليك، تابع السلسله دي يا جدعان، خساره. المهم الغريب يعتقد بانه سرق، يعني سرق ماضي ومعلوم، هاف وتصريف التالت، يبقى تو هاف ستول الاولانيه. طيب لو انا قلت لك بقى ان انت مثلا كارز ار سيد تو بي ميد ان تشاينا، معناها ايه؟ بص كده، السيارات are said يقال to be made انها تصنع. طيب علي was said to have killed his wife، يعني علي يقال بانه قتل، قتل. طب لو انت قلت لي في جمله ثانيه بقى علي was said to have been seen، خلينا نقولها killed عشان يبقى نفس الفعل، killed in Cairo، معناه ايه؟ علي يقال بانه قتل، يعني مبني للايه ده يا معلم؟ ده مبني المجهول في زمن الماضي، فعشان كده انت قلت لي to have been killed. يا رب تكون فاهم وشايف الكلام اللي انا بعمله لك ده، تركز معايا. فانت بتقول لي هو يقال، ركز بقى عربي كده، يقال بانه ايه؟ five opponents last year، السنه اللي فاتت. انت بتقول يقال بانه عمل ايه في 5 خصوم السنه الماضيه، بانه بيت يعني يهزم، بانه هزم ولا هزم؟ لانه هزم، هزم ده معلوم ولا مجهول؟ لا معلوم يا معلم. طب ماضي ولا مضارع؟ لا ده معلوم وفي زمن الماضي، معنى هزم هاف وتصريف الثالث، يبقى تو هاف بيتن، ادي هاف بيتن يا معلم. طيب ماي فادر نوت
that I sit at the desk of the back of the car. أبويا إيه؟ إني أقعد في الآخر في العربية، في شنطة العربية. Inquire يعني تساءل. طبعًا مش هينفع أقول لك تساءل أنني. Said قال. Suggested اقترح. Wonder تساءل. أنت عارف إن suggest ذات فاعل مصدر. يبقى الماضي هنا يا باشا اللي بقى إجابة كده suggested. Suggest ذات فاعل مصدر. الماضي من ست سات. وهو كان جاب لك سات كنت فكرت في الناس دول. طيب I traveled by train. أنا سافرت بالقطار. But I not by car. أنا سافرت بالقطار ولكن أنا must have traveled. أكيد سافرت؟ لأ. أنت بتقول أنا سافرت بالقطار أو بالسيارة. تاني كده تاني كده إيه؟ I have traveled. I traveled by train. أو أنا سافرت بالقطار. ولكن أنا كان ممكن أسافر بالعربية. كان ممكن يعني could have التصريف التالت اللي هي فين؟ could have traveled اللي هي دي. طب ما تجرب لي الاختيارات التانية بقى. كان travel يستطيع أن يسافر. أنت بتحكي عن حاجة في الماضي. كل travel يعني استطعت أن أسافر. must have traveled يعني أكيد سافرت وده بره. طيب my uncle has a good job in London. عمي عنده شغلانة حلوة في لندن. has been his lifelong dream. والتي كانت حلمه. هي إيه يا ابني اللي كانت حلمه؟ الوظيفة. والوظيفة عاقل ولا غير عاقل؟ لا غير عاقل. يبقى أنت تاخد ويتش يا معلم. اللي هي رقم 3-2. طب هنا ومديني هنا في اختيارات ذات هناخدها؟ لا مش هناخدها عشان في هنا فصلة. طيب not of my friends has sent me a birthday present so I am over the moon. أنا فرحان جدا 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 أصل هم بعتولي. والله مدام في عندي of وفاصل واسم جمع هروح مذكر مركز تركيزي كله ومجمل التركيز على مين؟ على has. طب ليه يا معلم؟ أنت عندك of اسم جمع وبعدين فعل مفرد. هرجع كده بالذاكرة لورا خالص تاني. مين اللي كان معاها يا ابني اوف اهي؟ مين اللي كان معاها اوف وبعدين اسم جمع والفعل مفرد اهيت اوف واسم جمع والفعل المفرد كانت مين؟ كانت اتش. تعال نشوف الاختيارات فيها اتش. اه ادي اتش اهي. ما اتش اوف ركز كده معايا في الجمله اللي ظهر لك دي. اتش اوف ماي فريندز هاز. لكن لو انا عايز اخد اول هتبقى اول اهي. اول اوف ركز بالله عليك معايا. اول اوف ماي فريندز هاف عشان الفعل جمع. طب لو انا عايز اجرب يا مستر كده اخد افري. والله لو فكرت تاخد افري يبقى انت مع... مش هقول لك انا بقى انت هقول لك ايه مش هغلط فيك بس انا المفروض اغلط فيك اقسم بالله لو فكرت في افري يبقى انا اغلط فيك رسمي رسميا. ليه يا معلم؟ هجيبها لك انا بس لحظه اجيبها لك اهي اهي يا معلم. ازاي هتاخد افري اوف يا ابني؟ ما انا قايل لك افري اوف دي ممنوع تبقى اهبل. لو عملت دي تبقى اهبل. اوعى تعملها انت اهبل. لا خلاص ما تعملهاش كلام خلصان كده عملتها يبقى انت. طيب ادخل على بعد كده الجمله رقم 33 بيقول لك شي از ا نوت وومن. هي امراه ايه؟ فاشنبلي دريست يعني ترتدي على الموضه ولا فاشنبل دريست؟ فاشنبل دريس فاش. المهم الصفه مش محتاجه فقاقه. فاشنبل دريسد معناها ترتدي على الموضه. فاشنبل دريسد وومن امراه ترتدي على الموضه. جبتها منين؟ اصل الصفه عايز قبلها ظرف. دي صفه وده ظرف فشكرا. طيب السؤال بعد كده 34 دكتورز هو داي اوف كورونا. الدكاتره اللي بيموتوا بسبب كورونا شود بي اونورد. لابد ان نكرمهم especially خصوصا دكتور ديلينج ويز انفكتد بيشنتس. وخصوصا نيزر دكتور ولا اتش دكتور ولا اول دكتور. بص يا معلم انا في رقم 34 انا ممكن اقول لك especially especially وخصوصا وبالذات يعني اول دكتورز وتبقى صح او اتش دكتور دكتور وتبقى برضو صح او افري دكتور وتبقى صح. طيب لو انا هاخد بوث بقى دي معناها ان هما اتنين بس. بس هقول برضو كده كده دكتورز وتبقى صح. الراجل مديني هنا يا ابني دكتور. دكتور اهي مفرد. ما دامها دكتور مفرد فحضرتك تاخد مين على طول وانت مغمض عينك؟ اتش على طول. فاديني اتش. طب ليه ما ناخدش نيزر؟ اصل نيزر يعني ولا واحد منهم ولا ده لا ده ولا ده يعني. شود اي ستادي اور art or philosophy. ادرس يا جدعان الادب ولا ولا الفلسفه؟ not they are a waste of time. يا ابني هما الاثنين مضيعه للوقت. انا قبل ما احل السؤال ده السؤال رقم 35 عايز اقول لك على كام تكايه. 35 كام تكايه انا قايلهم في فيديو الشرح اللي انا كنت عامله قبل كده للقاعده. لما اقول لك would you like tea or coffee تشرب يا ابني شاي ولا قهوه؟ هتروح انت قايل لي not I hate hot drinks drinks تمام او not I او it doesn't matter which يعني. بص بقى كده عايز تعرف ان كلمة either ده اللي بيجي معاها or معناها اما او حلو. طب وان كلمة neither اللي بيجي معاها نور معناها لا ولا. ده رقم واحد. رقم اتنين انك انت بتجيب اسم or اسم. هنا اسم or اسم. ان الفعل بقى
ودي حته مهمه، على حسب الفاعل التاني. يعني يا معلم اللي بعد الرابط ان شاء الله هنجيب قلم حلو عشان نكتب بها على الحوار ده يعني بعد كده، بس انت هتستحمل بقى عشان يعني السبورت منك هيخليني اشتري ان شاء الله. طيب ركز كده عليا، انت قلت لي على الاسم الفعل الحسب او الفعل حسب الاسم الثاني اللي هو ده، عشان كده لما تيجي في جمله تقول لي مثلا نيزر اي نور ماي فريند نوت هابي، يعني لا انا ولا صاحبي سعداء، از يا ابني ولا ار، ويقول لك هاف ولا هاز، هتروح انت قايل بص يا مستر انا عندي هنا نيزر بعدها اي نور ماي فريندز ماي فريند، وانت قلت لي انا باخد على الفاعل الكام الثاني على ده، يعني صديقي مفرد هينفع ناخد معاه ار؟ لا. طب هاف؟ لا، يا اما از يا اما هاز. طيب انت بتقول هو لا انا ولا صديقي نكون سعداء، يكون يعني ايه؟ يعني از. خلاص يا باشا اديني از، لكن كان ممكن اقول لك نيزر اي نور ماي فريند هاز ا كار مثلا وتبقى كده صح، بس هي كده في المكان ده غلط. طيب مش موضوعنا اصلا في الحوار ده، الفكره بقى الاهم ده اللي انا عايزك تعرفها، عند التخيير كلمه ايزر معناها اي حاجه، لكن نيزر معناها لادي ولادي، فانت بتقول لي هنا في الجمله بقى وارجع تاني كده، انت عايز تشرب شاي ولا قهوه؟ فانت قلت لي انا بكره للمشروبات الساخنه، يعني لا ده ولا ده، يعني هتقول لي هنا نيزر مش عايز دي ولا دي. طب انت هنا بتقول تشرب شاي ولا قهوه؟ فانا قلت لك والله ات دازنت مصر مش هتفرق، يعني معنى كده انك انت بتقول ايزر، هات لي اي حاجه، ركز في ايزر ونيزر دول كويس. حلو، ارجع كده لسؤالك اللي انت بتحل فيه كده يا ابني، الراجل بيقول لك زي ار ويست اوف تايم، يا عم مضيعه للوقت، يعني لا ده ولا ده، فناخد نيزر يا معلم. تاني كده شود اي ازاك ادرس فلسفه ولا ادب؟ فانت قلت لي لا دي ولا دي. طب امال قال لك هما الاثنين حلوين ادرس واحده منهم؟ يبقى ايزر. طب ادرس الاثنين؟ يبقى بوث. طب ليفت اور رايت، يمين ولا شمال يا باشا؟ يو كان جو نوت واي، ادخل يمين وادخل شمال، فقال لك انت ممكن تمشي في اي طريق يعجبك، ايزر واي. طب مستر معلش ليه ما اخدش اول؟ ما احنا قلنا اول هنجيب بعدها الاسم المعدود هيبقى جمع، نقول اول ويز. طب ليه مش افري؟ اصل افري امشي في كل الطرق، انت اهبل؟ هتمشي يمين وشمال في نفس الوقت؟ طب بوث، بوث دي تنفع بس لو قال لك ويز، امشي في كلا الطريقين وبرضه مش منطق، ارمي في الشارع. طيب I bought a dozen of eggs، أنا اشتريت يا باشا طبق بيض، دسة بيض يعني، and not of them was bad، اسمع اسمع، if of them وبعدين was وبعدين bad. طبعًا أنا عايزك تركز في دي عشان دي مهمة، أنت ينفع تقول على دسة البيض الدسة كلها على بعضها كده تقول عليها إيزر؟ يعني أي واحدة منهم كانت بايظة؟ لأ. طب بوث كانت عايزة of them وبعدين وير، ارمي في الشارع. ركز لي بقى في الكلمتين دول يا معلم. عايزك تركز اولا كده، احنا استبعدنا الاثنين دول، حلو، جينا عند ايفري ون وايفري ون، ايفري ون اللي ماسكه في بعضها دي معناها الاتي، احنا في رقم 37 37، ركز بقى كلمه ايفري ون اللي هي كلمه واحده دي بتساوي بالظبط ايفري بيرسون او ايفري بادي اللي هي كلمه واحده برضو، دي معناها كل شخص او كل فرد، دي معناها تقريبا كل الاشخاص، بمعنى انت عندك 10 طلاب في الفصل، فانت عايز تقول العيال كلهم راحوا المدرسه امبارح، ال10 راحوا المدرسه، انت قصدك تقول لي كلهم، دي بتساوي كلمه all بس نجيب بعدها اسم جمع. فلو انت قلت لي everyone اللي هي everybody يعني all bodies او all persons. طيب امال every one اللي هي منفصله عن بعضها، دي بتساوي كلمه each one، دي معناها each one يعني each person يعني كده اهو. person كل واحده لوحدها كده او each item يعني ممكن نستخدمها مع شيء عاقل ومع الغير عاقل. طيب انا هنا في السؤال ده الراجل هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا اشتريت دسته بيض امبارح، البيض كله كان بايظ، بما انك انت قلت لي ووز يعني انت بتشيل كل واحده يعني هي مفرد فعليك تاخد المنفصل عن بعضها. تركز كده تاني، انت لو انت قصدك على التوزيع، لو انت عندك سنس التوزيع دايما بتاخد اتش. بطريقه تانية بقى كده بره الحوار ده خالص انا هقول لك على مثال، عايزين ورقه فاضيه كده، عايز اقول لك على مثال، احنا كده كنا بنقول صفحه كام انا مش عارف، المهم ده كله كده تبع صفحه تبع السؤال 37 37. بص ماي مام ميد ا كيك، تمام كده، وبعدين حاط لك نقطه، حاط لك نقطه هنا، وبعدين قال لك not a person took a piece. حلو، ناخد هنا every
وهناخد هنا اتش. يا رب اعرف اوصل لك المثال ده. لو انت خدت لي اتش هنا ففيها توزيع، يعني كل واحد اخد قطعه. طب لو انت خدت لي افري معناها ان كلنا اخدنا قطعه واحده. المعنى كده بالعربي، بما انك انت عملت كيكه وكل واحد خد بيس قطعه فتاخد اتش. نفس المنظر ده احنا عشان كده اخترنا هنا اتش في او افري وان في السؤال ده. طيب سؤال رخم. No one can expect an actor all the films he acted in. بقول لك مفيش حد يتوقع ان الممثل يمكن ان يتذكر كل الافلام التي شارك فيها. Expect المفعول to المصدر to remember. طب to be remembered ده مجهول. To have been remembered ده مجهول. To be remembering remember ده ما جيش في المستمر اساسا، يبقى to remember اللي هي رقم ايه؟ لا احد يستطيع ان يتوقع ان الممثل يتذكر، يبقى to المصدر. Expect to المصدر. Because of the noise outside during his speech، بسبب الدوشه اللي كانت بره اثناء الكلام. He couldn't make himself not، لم يتمكن من ان يجعل نفسه مسموعا. Make مفعول مصدر، حلو. طيب يسمع، يجعل نفسه يسمع ولا يسمع؟ لا يسمع. والله المصدر يا مستر في المعلوم في المجهول لما نيجي نعمله بنجيب بي باست بارتيسيبل، يبقى ناخد بي هيرد. انا مش فاهم السؤال ده، هديك انا مثال ثاني واحد كده. بص رقم 39 39 لما اقول لك when you speak، عندما تتحدث. try to make yourself، اجعل من نفسك not. hear ولا be heard؟ بص hear معناها يسمع، يسمع ده معلوم معلوم. طب be heard معناها يسمع، ده مبني للمجهول. انت بتقول لما تكون بتتكلم اجعل نفسك تسمع ولا تسمع؟ لا تسمع، يبقى be heard اللي هي دي. طب واحدة تانية. when you speak، عندما تتحدث. make your self، اجعل نفسك make yourself not other people. يا ترى هنا respect ولا be respected؟ المثال ده وان كان رقيق في معناه بالعربي بس ان شاء الله هيوصل المعنى. عندما تتحدث اجعل نفسك respect يعني تحترم اللي هي معلوم، ولا تحترم اللي هي مجهول الاخرين؟ لا تحترم، يبقى انا عايز دي. طب عايز اخليها بقى بي ريسبكتد، دي تنفع لو انت هتقول لي باي اذر بيبل بواسطه الاخرين. المهم احنا خدنا بي هيرد. طب 40 بقى. nothing not about the project since we last met. والله since يا مستر دي عايزه بعدها الماضي البسيط اللي احنا جبناه اللي هو met. ما دام جاب لك ماضي بسيط قبلها فانت عايز قبلها، عايز ما دام بعدها ماضي بسيط قبلها مضارع تام. طيب nothing has been said ولا is سيد ولا هاز سيد ولا سيد؟ بدايه مستر اني سنس عايز قبلها مضارع تام. المضارع التام مين يا عم؟ هاز بين باست بارتيسيبل اللي هي دي. nothing has been said about the project since we last met. طيب امال امتى سنس يجي قبلها مضارع بسيط او مضارع تام؟ عارف امتى؟ لو الجمله مكتوبه كده. ده رقم كام؟ 40. 40 دي ملحوظه مهمه جامده جدا. بص يا معلم، انت عارف ان سنس بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، الحوار ده خلصان وما فيهوش مشكله. لكن لما اجي في جمله اقول لك اتس وبعدين نجيب المده الزمنيه وبعدين سينس وبعدين ماضي بسيط، حضرتك عارف ان اتس ده عباره عن ات از او ات هاز بين. عشان كده ممكن اقول لك ات از او هاز بين تو ييرز، لقد مر سنتين سينس منذ وي لاست مت، منذ تقابلنا اخر مره. لاحظ ان از صح وهاز بين صح هنا، لكن في السؤال ده هو اللي هو سينس لما جبنا بعدها ماضي بسيط ما ينفعش قبلها غير مضارع تام. طيب لكن مع اتس بنغير الكلام بقى. طيب ماي كيدز لاف، العيال بيحبوا. والله لاف ما ينفعش بعدها مستمر يا مستر، فبينج دي هرماها في الشارع. وتو تيك اوت ان هم يخرجوا، يعني ان هم ياخذوا برضو، لا هم بيحبوا ان يؤخذوا. لاف بعدها تو والفعل في المصدر لو معلوم. طب لو مجهول يبقى تو بي تيكن. طيب في بي تو، في تو فين تو بي تيكن؟ لا مفيش تو بي تيكن، في بينج تيكن اوت سوري. طب هي ازاي ديت بينج تيكن اوت؟ انا اللي نسيت، ارجع كده واقول لك. رقم 41. في رقم 41 احنا قلنا في اول الكلام خالص في الفيديو انا قلت لك ان لاف ولايك وهيت وبريفير، لو انت فاكر الكلام ده
قلنا بنجيب بعدهم الفعل مضاف له اي ان جي في المعلوم طبعا، او تو المصدر في المعلوم برضو طبعا. طب عايز احول دي من معلوم لمجهول يا معلم، هتبقى تو اي حاجه فيها تو المصدر في المجهول تبقى تو بي باست بارتيسيبل، اي حاجه فيها اي ان جي هتبقى بينج والباست بارتيسيبل. فانت الجمله بتاعتك بقى هتقول لي ان ماي كيدز، ماي كيدز عيالي لاف تو بي تيكن اوت، ان يؤخذوا خارج المنزل يفسحوا يعني، او لاف بينج تيكن اوت، وكده صح ودي صح. طيب انا عندي بقى في الاختيارات بينج تيكن اوت. طيب these days the profession of teaching is getting more and more، التدريس اليومين دول اصبح ايه؟ انا قبل ما احل السؤال رقم 42 هكتب لك الملحوظتين اللي فيه عشان تركز معايا. السؤال رقم 42 عايزك تعرف ان ستريس دي معناها التوتر او الضغط. طب ستريسد كده اهو دي ادجكتيف يا بيبي معناها متوتر يعني مضغوط. طب امال ستريس فول دي ادجكتيف برضو بمعنى مسبب للتوتر. قلت لك قبل كده احفظ ستريس فول ده بمعنى مقرف، الشغلانه دي مقرفه موتره. طيب الراجل هنا في الجمله بيقول لك ايه بقى؟ هذه اليومين دول مهنه التدريس اصبحت اكثر التدريس مهنه التدريس بتكون ايه؟ موتره، موتره مسببه للتوتر يعني ستريسفول. فحضرتك تروح انت واخد منها ستريسفول زي الشاطر اللي هي رقم 3 ده. طيب السؤال اللي بعد كده I feel tired than not time today، انا اشعر بالتعب طوال يوم النهارده. بص بقى معايا كده عشان اقول لك على الفكره بتاعت 43، المفروض انك انت حلت لوحدك وجبت اخرك، فتعالى بقى اقول لك على الخلاصه. عايز تعرف ان all the day مثلا او all the time دي بتساوي the whole day اللي طوال اليوم برضو، وبتساوي كمان the entire day دي معناها طوال اليوم، كل اليوم، طوال اليوم او كل اليوم. حلو، حضرتك هنا قدامك مين بقى؟ قال لك هنا I feel tired the، ما دام في the الاول اهي يبقى حضرتك هتاخد اللي فيها ذا الاول، ذا هول داي او ذا انتاير داي، لكن لو هتجيب ذا في النص يبقى اول ذا داي. طب انا عندي ذا يبقى ذا هول داي وذا انتاير داي، هتموت على اول هتروح قايلها اول ذا داي. 44 considered not a whole، considered as a whole، as a whole يعني ده موضوع مش محتاج اي دماغ، as a whole يعني ككل، يعني اعتبره ككل يعني. The employees never leave the office not the manager's permission، بقول لك المدير او الموظفين لا يتركون المكتب بدون يعني ايه يا عم؟ وزوت ادي وزوت يا باشا، ما فيهاش قصه دي. طيب اون كونديشن ذات يعني لو في حاله يعني، انليس يعني لو لم، ان كيس اوف يعني في حاله برضه. برودكشن ستاندردز ار نوت هاي، هاي يعني عاليه. 46 فكرتها في كلمه واحده، 46 ده اهي فكرتها في كلمه واحده، ان عندك هاي دي صفه. حلو، وحضرتك عارف ان الصفه عايزه قبلها ظرف، عشان كده هنقول امب ريسيفلي اللي هي الظرف وبعدين هاي اللي هي الصفه. طيب انا عندك يا باشا هنا صفه فانا عايز ظرف عشان كده خدنا امبريسيفلي. طب 47 شي اوبجكتد، يا رب على 47 دي على فكرتها الجامده جدا اللي منظر امتحان 2024. انت عارف ان كلمه اوبجكت بيجي بعدها تو والفعل مضاف له اي ان جي، ده لو كان مبني للمعلوم او بينج او تو بينج يعني، والباست بارتيسيبل ده لو مبني للمجهول. لكن دي بتساوي كلمه ريفيوز، بس ريفيوز بعدها تو المصدر ده لو معلوم، عايز اخليها مجهول اي حاجه فيها تو المصدر تبقى تو بي باست بارتيسيبل. ارجع كده، هي اعترضت ان اي باي باي هير فريندز يعني بواسطه اصدقائها، هي اعترضت ان تسخر ولا ان يسخر منها؟ لان يسخر منها، يبقى انا عايز تو بينج باست بارتيسيبل. ادي يا باشا اوبجكت، عايز تو بينج باست بارتيسيبل اللي هي دي، يبقى اوبجكتد تو بينج لافد ات يعني يعني تعترض على ان يسخر منها. طبعا عايز اقول تعترض على ان تذاكر، يبقى اوبجكت تو ستادينج او ريفيوز تو ستادي. اخر جمله بقى معلش 48 شي يوزد تو ووك، انا قبل ما احل 48 دي هقول لك على فكرتها، انا كنت عايز اخلص كل الكلام في الورقه دي بس مش مشكله. فاداك ورقه كمان يا باشا من الورق الابيض ده، ادي 48 48 48. هو انا اللي حفزني ان اعمل الفيديو ده بصراحه ان لقيت الفيديو اللي فات وصل تقريبا 800 مشاهده، فكويس بنتطور يعني. 48 في حالك زي الشاطر كده بتسمع تعمل الفيديو شاطر زي الشاطر كده لايك وتكتب كومنت وتعرف زمايلك، انشر الفيديو عشان انا بتعب لك. بص يا معلم، فكره السؤال رقم 48 لما اقول لك شي
شي او سما بقى، ما دام انا كتبت الاس كده، سما سما حسن، حد كده من الناس اللي غاليين عليا، يا رب تكوني سامعاني يا سما. سما حسن يوزد تو ستادي هارد، اعتادت ان تذاكر بجد. حلو، انا عايز اعملها بالنص زي دي. بات ناو شي نوت، بات شي نو لونجر، برضو نقط. حلو، طيب التانية برضو اللي زيها سما، لا ليلى، ليلى يوزد تو بي كام بات ناو شي نقط، وبات شي نقط. اختار انت بقى نو لونجر از ولا از نو لونجر. ودي عايز اكمل اعمل لك عليها نجمه كبيره. هنسيبنا من الجمله الايه دي ودي الاول خالص، واقول لك على الفكره بتاعتها. عايز تعرف يوز تو يا معلم، لو هتجيب بعدها فعل في المصدر او لو هتجيب بعدها فيرب تو بي. لو هتجيب بعدها فعل في المصدر فانت الناحيه الثانيه هتستخدم فيرب تو دو، لو هنجيب بعدها بي فالناحيه الثانيه هنستخدم برضو فيرب تو بي. مش فاهم حاجه، تعالى ما فاهم، احنا لسه ما قلناش. انت قلت لي الدكتوره سامح حسن تمام يوزد تو، وبعد ما جبت يوز تو قلت لي هنا ايه؟ ستادي، يعني انا بعد يوز تو، بعد يوز تو جايب لك فاعل، وانا قايل لك ان بعد يوز تو لو جبنا فعل في المصدر فحضرتك تاخد في الناحيه الثانيه فيرب تو دو. فعشان كده هتقول لي بقى سما حسن يوز تو ستادي هارد بات ناو شي دازنت. اوعى تنخدع ويديك ديدنت في الاختيارات وتخطفها. ليه؟ اصلك انت بتقول لكنها الان لا تفعل. طب الجمله دي بقى برضه نفس القصه، انت قلت لي سما حسن يوز تو ستادي هارد but now she doesn't، يعني هي اعتادت ان تذاكر لكنها الان لا تفعل، اصل المذاكره فعل يا معلم. او ممكن اقول لك but she no longer لكنها لم تعد تفعل. انت خدت هنا does ليه بقى؟ ليه ما قلتش doesn't؟ ما هو يا دي انت عندك no longer اصلا كلمه نفي، اكبر عيب عليك. طب الجمله اللي بعدها ليلى اللي هي اسمها ليلي، يعني used to be اعتادت ان تكون calm هادئه، ليلى اعتادت ان تكون هادئه لكنها الان لا تكون. انا عايز اقول لا تكون، لا تكون يبقى but she isn't، but now she isn't، ده رقم واحد. طب انا عايز اختار واحده من تحت دول، هقول لك but now او but she no longer is ولا but she is no longer. لا هقول no longer is. ليه يا مستر؟ عشان انا لما يكون عندي ظرف بجيب الظرف وبعدين الفعل، او ان انا اجيب الفعل المساعد وبعدين الظرف وبعدين الفعل. يعني مثلا is no longer مثلا is no longer happy، حلو، وتكمل الجمله. أو إنك تقول but she no longer is وتسكت، يبقى أنت عندك احتمال من اتنين، إنك أنت تقول ليلى used to be calm but now she isn't، ده واحد، ليلى used to be calm but she no longer is وتسكت، أصل is هنا الفعل الإيه؟ الأصل، وسكتنا على كده. وده كان آخر سؤال، هنحله بقى بسرعة عشان التليفون هيفصل. قلنا ايه؟ شي ووك، شي يوز تو ووك، يعني والله عندي يوز تو بعدها فعل في المصدر، يبقى الناحيه الثانيه عايز فيرب تو دو، بات ناو شي دازنت اللي هي دي. انا خلصت كده بفضل الله 48 سؤال، اعتقد او ازعم ان هم طلع منهم ما يقرب من 150 فكره. الورقه دي هتنزل زي ما هي، والورق اللي انا صورته ده اللي هو المكتوب فيه ده هينزل زي ما هو على جروب التليجرام. لو حضرتك لسه مش في جروب التليجرام ادخل جري على جروب، على الديسكربشن، على الوصف بتاع الفيديو، هتلاقيني عامل لك لينك الابلكيشن، وهتلاقيني برضو عامل لك رابط الفيديو الثاني و لينك التليجرام. اوعى تمشي قبل ما تعمل اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان تكمل معانا ونكمل مع بعض ونراجع، واحنا مستنيين كتاب المعاصر مراجعه نهائيه ساعه ما ينزل، اللي هو اقصد البوكلت، يعني ساعه ما ينزل هنحله مع بعض ان شاء الله كامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.